إذا في برضه يعني ورق حلو للي عم بدوروا على شغل، بالناس اللي عم تدرس بتشوف نتيجة دراستها. عم بشوفك يعني وأكنك عم تاخد فترة راحة، بس أنا عم بحكي لك مش وقتها، لكن بقول لك ما يعني أنت تارك هيك، تارك الدراسة ورايح ترتاح، فعم بقول لك لا، خفف من هاي الطاقة وارجع لعقلك وارجع ادرس. مش وقت الراحة، بدك تعتمد أكثر على جهوداتك في الدراسة. وعم بشوفك يعني مبسوط من هاي الناحية، من ناحية الدراسة، وكأنك عم تدخل يعني مجال، أو دخلت مجال أنت بتحبه أو عن رغبة، أو بتسعى لتخصص معين، لشغلة معينة، وعم توصلها في النهاية. لك عم بشوفك مشاكل بعدين، وأكنه في معارضات على السفر، بعدين عم بشوفك لا بتحتفل، وعم بيكون في خطوة اللي هي ناحية، ف يعني عم بشوف في فرصة منيحة وحلوة لبرج الدلو بالنسبة للسفر، بس كمان على الأكثر يعني تغيير مسكن، مش تغيير شغل، لا الشغل بتهيأ لي ثابت، لكن تغيير ممكن مسكن، أو تغيير في مسافة ممكن تقطعها بهاي الفترة، أو راح تسافر حتى ممكن لمنطقة في داخل دولتك للاحتفال بموضوع معين. بس بشوفك عم تتعب لحتى توصل لمرحلة السفر، وأكنه في مراحل كتير أنت مريت فيها وعم تمر فيها، لكن عم بشوف على خير إن شاء الله، وعم بيكون في سفر. خلينا نشوف القراءة العاطفية. إذن القراءة العاطفية، أول إشي رح نبلش بالعزاب اللي إحنا دايما بنهملهم، يعني أكتر إشي بنركز على المنفصلين، فخلينا نشوف للعزاب هل في فرصة جديدة ولا لا، أو في شخص قديم ممكن يظهر، أو على حسب نشوف كيف. إذن بالنسبة للعزاب لبرج الدلو، أول كرت حلو، ثاني كرت حلو. بالطاقة الماضية كنت شاعر بوهم اللي هو وهم السعادة، كنت عم تشعر إنك سعيد، بس فيما بعد اتضح لك إنه هاي مش سعادة حقيقية، ومش هذا الحب الحقيقي اللي ممكن إنه تكمل فيه. لكن في البداية كنت كتير مخدوع وعايش في عالم، اتضح لك فيما بعد إنه لا، هذا العالم وهمي، وأنا يعني مشيت علي ومشي علي المقلب وكذا يعني. فانجرحت كتير في هاي الفترة الماضية. عم بشوفك بتكون سعيد، في خبريات حلوة، في شغلات كتير حلوة عم تسمعها، وأكنه ممكن يكون في شخص، ممكن من طرف صديق، ممكن صديق مثلا يكون هو الواسطة بينه وبين هذا، بينك وبين هذا الشخص، لأنه ما عنده هاي القدرة أو الجرأة إنه يبلش في العلاقة، أو يعني يحدد حتى نوع العلاقة. مش عارف شو بدي يحكي لك، بس هو بده إياك يعني، مبين إنه كتير عاجبه، كتير حابب إنه ياخد خطوة، لكن هذا الصديق عم بيساعده. إذن للعزاب في احتمالية كبيرة من صفات هذا الشخص
ممكن تكون الأبراج مائية هوائية، أكتر إشي يعني طاغي على الورق ناري، ممكن يكون هذا الشخص من برج ناري، عم بيكون اللي هو مش متهور، عم بيكون بياخد قرارات كتير في حياته وبيندم على بعض القرارات، فما عم يكون حكيم بما فيه الكفاية لحتى ياخد قرارات كبيرة، أو ما عنده هداك النضوج، أو مش كبير بالسن. ممكن تكون هاي من صفاته، شخص مش طويل ولا قصير، يعني مظهره كتير حلو. لا مبين في شخص بالطريق، وممكن يكون في شهر تموز، خلينا نتأكد بس. هو شخص له مكانة يعني في المجتمع، في له مكانة منيحة حلوة، في عنده كل الأدوات لحتى يكفي حياته ويبلش يفتح بيت وكذا، فهو بس حيبلش من الصفر معك، يعني ما حيجي يقول لك انه خلص نتزوج لا، حيبلش معك من الصفر، يتعرف عليك. فمش عارفة، انا شايفة هذا الشخص انه مناسب وحلو لبرج الدلو، اذا ممكن يكون برج ناري او مائي هذا الشخص. خلينا نشوف للمتزوجين من برج الدلو. لبرج الدلو للمتزوجين، عم بتكون المرأة من برج الدلو عم تهتم زيادة في عن اللازم في الأولاد وفي البيت على حساب الزوج النساء، فهذا الشيء عم يزعل الطرف الثاني منها، وعم بيحاول انه يوصل لها معلومة انه خففي شوي، اهتمي فيه شوي، بس هي كتير عم هذا الشيء. ليش عم بيصير؟ لانه مبين عندي انه ايش، هي تهتم بتفاصيل التفاصيل اللي هو بدها تتقن كل شيء، بدها كل شيء مثالي 1000000%. الأولاد بدها تكون بده بدها يكونوا دراستهم كتير واو، يعني بدها كل شيء مثالي، فهذا الإشي كتير بياخد وقت منها على حساب إنه تهتم في حالها وفي الطرف الآخر. طبعا هاي كانت الطاقة القديمة، عم بشوفه بيلمح الزوج وأكنه في وأكنه إنه حاب إنه يكون في تغيير بهاي العلاقة وتجديد. في أشخاص عم ينغصوا عليكم حياتكم، ممكن حياتكم الزوجية، لكن الزوج عم بيكون كتير قوية شخصيته وما عم يحب يكون في ناس تتدخل، فعم بيكون كتير صارم في الموضوع. في حمل، ممكن يكون في احتمالية حمل، لكن مش كتير كبيرة، 60% للناس المتزوجين اللي عم ينتظروا حمل. في حمل بس شهر تموز 60%، بعد شهر تموز ممكن تعلى هاي النسبة لأنه في طفل، في رضيع يعني في القراءة، لكن هو مش جنين يعني، هو رضيع، فممكن يكون في بعد شهر تموز بالنسبة للمرتبطين المش متزوجين واللي مش تاركين مش منفصلين، اللي هما مع بعض وعلى حب وعلى علاقة متواصلين. فخلينا نشوف ايش نوايا الحبيب، نوايا الشريك. نوايا الشريك لبرج
الدلو إذن. نوايا الشريك يعني في ضبابية بهذا الكرت شوي، ضبابية يعني وكأنه مش واضحة عنده الأمور، لسه ما اتضحت، هو ضايع بين قرارين، أو أنت ممكن تكون العلاقة القراءة عكسية، ففي عم بختار شخص من تنين، في إمكانية تكون علاقة ثلاثية يكون موجود لكن ضعيفة وكأنه ما إلها أهمية. عم بشوفك يعني وكأنه أنت منتصر على إما طرف ثالث أو على مجموعة من الناس عم بتوقف بينكم وبين بعض. هل في زواج مثلا؟ ممكن يكون زواج، في احتمالية أن يكون في زواج لكن مش في تموز، لكن حتحسي حالك أو حتحس حالك في هاي الفترة كتير مرتاح نفسيا من ناحية الشريك، هو عم يطمنك في تصرفاته، عم يعمل لك شغلات حلوة كتير خلال هاي الفترة، عم بغار عليك بشكل كبير، انت عم بتكون مبسوط في هذا الموضوع. ف هذا الشخص كمان يعني رح ياخذ القرار وهو عم يدرس الموضوع بأكثر من طريقة، فهو بطيء في اتخاذ القرارات، لكن أنا شايفة بوادر خير يعني اللي حديت الآن، يعني شغلات حلوة عم تطلع، بين عندي إنه معجب فيكي من ناحية أو فيك من ناحية الشخصية أكثر، شخصيتك عم تعجبه أو عم يحس إنك أنت عم تكملي له شخصيته، عم بتكونوا متكاملين، هو هيك عم بحس أكتر شيء. بالنسبة إذن للمرتبطين، خلينا نشوف المنفصلين إن شاء الله تكون كمان قراءة حلوة للمنفصلين اللي تعبانين إلهم فترة. إذن للمنفصلين أو المطلقين، اللي هو